السلام على أهل العزة والإباء، السلام على أهل التضحية والفداء، السلام على أهل المعذبين والمسجونين والشهداء، السلام على الأوفياء الصابرون الشرفاء، السلام على المدافعين عن الحق رغم الابتلاء، السلام على الذين يدافعون عن حقوق غيرهم وحقوقهم ويسبون ويشتمون ولا يبالون بذلك ويقولون فداء لهذا الوطن. نعم، لأنكم من مدرسة الإيثار والتضحية والتربية التي تعلمتم عليها بطول حياتكم، فلا تبدلكم الظروف ولا يبدلكم الضغط ولا تبدلكم السجون ولا تبدلكم الشهادة، فأنتم أهل البحرين الشرفاء. السلام على كل شهيد سعيد من شهداء البحرين على مرور الأزمنة والعقود من السنة والشيعة، من الإسلاميين والوطنيين، من البحرينيين وغير البحرينيين، فلا ننسى الشهيدين الذين دافعوا عن حرائرنا في سترة. نعم، امتزجت دماؤهم بدمائنا، فتحية لكل أولئك الشهداء. السلام على كل سجين ومعذب ومحروم من رموز علمائية ومن رموز سياسية ومن شخصيات حقوقية ومن أطباء وممرضين ومن كوادر تخصصية ومن رياضيين ومن رياضيين ومن أكاديميين ومعلمين وتشمل الجنسين وطلبة، وكل هؤلاء الأنات الشرفاء الذين يضحون من أجلكم ويقولون لا تتنازلوا رغم معاناتنا. نعم، هيهات منا الدلة. والسلام على كل من انتهك حقه الحقوق المثبتة عالميا ودستوريا في مملكة البحرين لأنه فقط طالب بحق وطالب بعدل وطالب بإنصاف من السنة والشيعة، فليس المسجون والمعذب والمقتول شيعي فقط، بل سني وشيعي مواطن بحريني، فسلام عليهم جميعا. السلام على لؤلؤة البحرين، لؤلؤة البحرين الصامدة التي لم تلوثها جرائم وقاذورات بشعة حاولت أن تنال منها، ولكنها كانت أنقى وأطهر من أن تلوثها تلك البشاعات التي انسلخت من عروبتها، من إنسانيتها، من كل معيار لقيمة. هي المرأة، هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي البنت، هي هذه البحرينية الشريفة. شكرا لكم أنتم، شكرا لكم. هي ذاك الألم الذي يفجر ثورة ليس عن استسلام وإنما إباء ليفت عضد الظالمين. هي التي تكون عضداً للؤلؤ البحرين من شباب وشيب الذين خرجوا يطالبون بإنصافهم، يطالبون بوطن عدل لهم. إنهم أنتم الشرفاء وكل أهل البحرين شرفاء، فتحية لكم.
تحية لشباب 14 فبراير وكل شباب البحرين من كل التوجهات. تحية لهذا الشباب الصامد، تحية لهذا الشباب المسالم الذي أبهر العالم بسلميته. فشكراً لكم، شكراً لكم. تحية أيضاً لشباب الفاتح ونساء الفاتح ورجال الفاتح، نحن هنا إخوانكم، نحن نريد حقوقنا وحقوقكم. لا تستمعوا إلى من يقول إننا نريد الشر بكم، لا والله، دماؤنا سالت من أجلكم، من أجل كرامتكم. لا يأخذكم الإعلام الحاقد والسلطة الذي تريد أن تفتت المجتمع، نحن وإياكم في مجتمع واحد. والله ما خرجنا إلا لخير أهل البحرين من السنة والشيعة. نريد أن يستمر التزاوج بيننا، اللقاء بيننا، أن نحميكم وتحمونا، أن ندافع عنكم وتدافعوا عنا، أن لا يسخر أحد آلته القمعية أو الإعلامية أو أدوات السلطة بأن يفرق بيننا وبينكم. يجمعنا دين واحد ووطن واحد وإنسانية واحدة. نعم للوحدة الإسلامية. شكراً لأهل كرّان الكرام، شكراً لأهل كرّان الكرام، شكراً لأهل الإباء والصمود، شكراً لعنوان من عناوين الولاء للوطن رغم الحرمان رغم الإقصاء، شكراً لعنوان من عناوين الاستلاب، انظروا إلى الأراضي، انظروا إلى السواحل التي نهبت. هذا عنوان شعب البحرين وهذا عنوان أصالة شعب البحرين. شكراً لعنوان العراقة للتاريخ الذي يحاول البعض أن يقول أنه سيكشف عن حقائق التاريخ، عن حقائق التجنيس. تريد أن تكشف عن 10 سنوات اكشف، تريد أن تكشف عن 20 سنة اكشف، تريد أن تكشف عن 50 سنة اكشف، تريد أن تكشف عن 200 سنة اكشف، تريد أن تغوص في أعماق التاريخ، نحن نقول لك اكشف. هذا التراب في هذه البقعة وفي كل بقعة طاهرة من أرض البحرين التي امتزجت بدماء الشهداء أو حوت أجساد وأشلاء الشهداء وحوت دموع العز والكبرياء من الأمهات والآباء والإخوان والأبناء، سقطت لكي تروي أرض هذا الوطن الطاهر بالحرية والكرامة لكل البحرين، لكل البحرينيين. فشكراً لكم، شكراً لكم. انطلقت وسالت، وإذا احتاج الأمر أن تسيل، ونحن في أوائل من يقدم ذلك لعزة البحرين، لكي لا يكون هناك غالب ومغلوب، لكي نعيش مع بعض متحابين متآلفين، لا يلغي أحداً أحداً ولا يستأثر أحداً بقوة أو بسلطة أو مال. نعم نريد وطناً نفديه، نفدي بحريننا بأرواحنا بدمائنا بكل ما نملك.